ولو تدبرنا كتاب الله عز وجل وابعدنا الحساسيات والعصبيات هذه العصبيات التي نخشى يعني كثير من الاخوه يعاتبونني انا شخصيا يقولون يعني كلامك صحيح بس انه يقوي طرف ما يا يعني اتقوا الله يعني هل اذا 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 هل هذا عذر في كتمان الحقيقه هذا لا يجوز يجب ان نتعلم الخروج من الصراع نحن صراعنا مع الجهل صراعنا مع التعصب صراعنا مع التخلف لا تجعل الصراع مع طرف لا مسلم ولا غير مسلم حتى اليهود النصارى ليس الصراع معهم لا يجوز ان يكون الصراع معهم على اساس هم طائفه ونحن هم اهل دين ونحن اللي لا نلتقي إذا،, اذا اذا قام يهودي او نصراني بنظريه علميه جميله نتابعه فيها ونشد عليه على ايه حال مع ان المسلمين اولى بان يعرف بعضهم فضل بعض لكن نقول بشكل عام